موجز أخبار سادسة صباحا، أهلا بكم. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه في إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتأخمة الكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها. تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر. هذا وتوالت الإدانات المنددة بالهجوم الإرهابي، حيث أدان الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية المصرية هذا الهجوم. كددت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهابي والتطرف، فيما أكدت السفارة البريطانية أنها ستعمل مع مصر لمواجهة الإرهاب. ومن جهتها قالت السفارة الألمانية إنه لا يوجد مبرر للإرهاب، مؤكدة وقوف الشعب الألماني إلى جانب الشعب المصري في محاربته للإرهاب. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين المقبل زيارة رسمية إلى فرنسا، تستمر حتى الخميس، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلن قصر الإليزي إن رئيس ماكرون سيستقبل الثلاثاء رئيس السيسي في أول لقاء بينهما. الختام في أمان الله.